يا طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. نشرية خاصة من درجة ثانية، خاصة بموجة حر طيلة نهار اليوم وحتى خلال يوم الغد على كل من المدية، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، كذلك ميلا، قسنطينة وقلمة، حيث درجات الحرارة تتراوح ما بين 43 لغاية 45 درجة، وهذه درجات الحرارة القصوى. حتى درجات حرارة الدنيا تتراوح ما بين 28 لغاية 24 درجة. حتى على الواجهة الساحلية الشرقية على كل من بجاية، جيجل، سكيكدا، عنابة والطرف، إذا درجات حرارة مرتفعة إن شاء الله. حتى خلال يوم الغد ستخص الواجهة الغربية، إذا بعد تلاشي الضباب خلال يوم الغد إن شاء الله خلال الصبيحة ننتظر بحول الله أجواء صافية على الواجهة الغربية، لكن رعود منعزلة خلال الأمسية ستتكون تقريبا على جل المناطق الوسطى والشرقية، احتمال لبعض الأمطار المتفرقة على منطقة الأوراس، كذلك أقصى الجنوب، مرتفعات الوغار والتاسيلي. خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 لغاية 36 درجة على الواجهة الشمالية، خاصة على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية. ننتظر 31 درجة على الصحراء الوسطى، 32 درجة على تندوف، 33 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله دائما تنبيه ساري المفعول من درجة ثانية عن ارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة على المناطق الداخلية الغربية وكذلك الوسطى والشرقية. ننتظر مقاييس ما بين 43 لغاية 45 درجة على كل من غليزان، شلف، عين دفلة، كذلك تيزي وزو، البويرة، المسيلة، قلمة، ميلا، قسنطينة والمدية. ننتظر 43 درجة على غردايا، 41 درجة على بشار، ترتفع أكثر لتقارب 46 درجة الصحراء الوسطى وحتى على ولايات تندوف. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى مضطرب على الواجهة الساحلية الغربية، رياح ستشتد تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، قليل اضطراب على السواحل الوسطى، رياح معتدلة، بينما بحر هادئ على السواحل الشرقية، رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة، سباحة مسموحة، ودرجة حرارة مياه البحر تقارب 25 درجة مئوية. أمطار عادية ستخص أبوجا وأبيجان حتى على نيروبي مع 20 درجة، أجواء شتوية على كيب تاون مع أمطار على فترات مع 17 درجة، وأجواء مشمسة على وسط القارة على كل من لوزاكا كذلك كينشاسا وويندوك مع 24 درجة. غروب الشمس ليوم الغد بداية الأسبوع على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 8:05. أمسية طيبة للجميع في أمان الله.